شكرا أحمد. قد يتساءل البعض كيف ينظر العراقيون للانتخابات التركية، وسأجيب ببعض التفصيلات. الترقب لنتائج 191 ألف صندوق اقتراع في الداخل التركي لا يقتصر على الأتراك فحسب، بل إن لتلك الصناديق وقعها الممتد إلى الداخل العراقي. ومع السنوات الأخيرة ارتفعت حالة الترقب لنتائج ما ستؤول إليه الجولة الثانية الأولى من نوعها في تاريخ تركيا منذ 100 عام. وهذه هي تركيا، لا سيما مع حالة التنافس الشديد هذه المرة بين مرشحي الرئاسة الأبرز رجب طيب أردوغان ومنافسه المعارض كمال كلجدار أوغلو. إذن تمتد الحدود المشتركة بين العراق وتركيا إلى أكثر من 350 كيلو متر. هذه الحدود هي عراقية ممتدة في مناطق جبلية شديدة الوعورة، يعود تأريخ ترسيمها لعشرينيات القرن الماضي بقرار من محكمة العدل الدولية. هنا تصنف تركيا حزب العمال الكردستاني المعارض الباكاكا، تصنفه والمتمركز في جبال القنديل الواقع على مثلث الحدود العراقية التركية الإيرانية، تصنفه على أنه تنظيم إرهابي. لم يقتصر الوجود العسكري التركي على المناطق الحدودية، بل تجاوز حتى وصل إلى تخوم محافظة نينوى العراقية، هذه المحافظة العراقية، بمعسكرات كبيرة تضم آلاف الجنود، أسلحة، معدات عسكرية متطورة. هنا أيضا بنت أنقرة قاعدة سيدكان، وفتحت مقر لها في مدينتي ديانا وتشومان. في شمال العراق أيضا على الأراضي العراقية وعلى مقربة من جبال قنديل، بهدف إحكام السيطرة على مواقع تمركز تشكيلات حزب العمال الكردستاني الباكاكا. وهو ما اعتبرته بغداد في أكثر من عملية عسكرية شنتها أنقرة على مناطق الشمال، كان أكثرها إثارة للجدل آخر قصف خلف 9 قتلى بسقوط قذيفة صاروخية على منتجع سياحي في زاخو هناك في دهوك شمال العراق. يرى مركز التفكير السياسي في العراق أن الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان لن ينتهج سياسة مغايرة تجاه العراق في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية. وقبل أن أخوض في هذه التفصيلات، دعوني أقرأ عليكم بعض الوعود التي أطلقها رجب طيب أردوغان. بناء المناطق التي تضررت من الزلزال خلال عام، تطوير قطع الصناعات الدفاعية والسياحية والسيارات، رفع حجم التجارة الخارجية إلى تريليون دولار. هذه وعود تركية من رجب طيب أردوغان، مع الأخذ بالاعتبار أن تركيا ستعمل على تعويض خسائرها الاقتصادية من خلال الانخراط بشكل أكبر. أين؟ في الداخل العراقي. بينما وعلى وفق آراء خبراء في التركيبة السياسية التركية، فإن جمال كليجدار أوغلو منافس أردوغان يتبنى سياسة مغايرة بشأن محاولة إيقاف التوغل التركي في دول الجوار. لديه أيضا البعض من الوعود سأقرأ عليكم قبل أن أخوض في التفاصيل. تغيير نظام الحكم من الرئاسي إلى البرلماني، عدم بيع العقارات التركية لأي أجنبي، تأسيس مشاريع اقتصادية ضخمة تخفض معدل البطالة. أين؟ بالتأكيد في تركيا، وهو أمر يرد عليه آخرون بأن هذه قضايا أمن قومي بالنسبة لتركيا ولا تغيير فيها، إلا أن كل ذلك يعتمد بشكل كبير على مستوى التطورات الداخلية التي يمكن أن تحصل ما بعد الانتهاء من النتائج وفوز جهة معينة. شرعت تركيا في مشروع جنوب الشرق أو جنوب شرق الأناضول الاستراتيجي عام 1997، وهو يتضمن إنشاء 22 سدا، 8 منها على منابع نهر دجلة، 14 سدا على منابع نهر الفرات. أبرز هذه السدود سد إليسو الذي بدأ في ملء خزانه المائي في الأول من حزيران 2018. يتمتع هذا السد بقدرة تخزينية كبيرة، وبينما عمدت تركيا إلى بناء السدود على نطاق واسع لتأمين المياه للزراعة والطاقة الكهرومائية هناك في تركيا وليس في أرض أخرى، تفاقمت في البلدان المجاورة التحديات التي يفرضها تغيير المناخ. أين؟ في العراق. والنفوذ التركي المائي أين؟ في العراق. أدى إلى تأثر البلاد الشديد بقطع أنقرة المياه مؤقتا من دجلة والفرات ليصبح الحدث جزءا من الخطاب السياسي، في وقت عانى المزارعون من الجفاف على امتداد الأراضي العراقية. يعني هنالك مفاوضات الحكومة العراقية المستمرة مع أردوغان، لكنها لم تأتي بحسب مراقبين بحلول جذرية، ولم تأتي بنتيجة لملف المياه، وهو ما ينظر إليه أيضا العراقيون إلى ما ستفضي إليه نتائج الانتخابات التركية من حيث الرئيس الجديد، سواء كان أردوغان أو منافسه أوغلو، بما سينعكس على الملف المهم والذي وصل بحسب محللين إلى درجة انتهاك سيادة العراق المائية.
هنا عراقيون من المراقبين والناشطين رأوا أن هذا الملف يعتمد على المفاوض العراقي، الحكومة، المسؤول وقدرته على الضغط، وليس على تصورات التركية فقط. بعد صراع مستمر حول موضوع النفط بين البلدين كسب العراق خلال آذار الماضي قضية التحكيم، استنادا إلى ماذا؟ إلى الاتفاق الموقع بين بغداد وأنقرة عام 2010، وهو مبني على اتفاق عام 1973 الذي أخلت به تركيا كعادتها. ينص هذا الاتفاق بين العراق وتركيا على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في مراكز التخزين والتصريف والمحطات النهائية كافة. وعند تمديد الاتفاق عام 2010 أكدت تركيا أن الجهة العراقية هي في تحديدها وزارة النفط في جمهورية العراق، إلا أن أنقرة سمحت لإقليم كردستان العراق بتصدير النفط عبر أنابيب. من أين هذه الأنابيب ممتدة؟ من أنابيب ممتدة إلى ميناء جيهان، من الأراضي العراقية إلى ميناء جيهان من كركوك، من دون الرجوع إلى من؟ إلى وزارة النفط في الحكومة الاتحادية. ما مكن أربيل من الاحتفاظ بالإيرادات ودفع العراق إلى رفع دعوى في غرفة التجارة الدولية ضد تركيا. هنا كان العراق يضخ 370 ألف برميل يوميا من نفط حكومة إقليم كردستان و75 ألف برميل يوميا من نفط الحكومة الاتحادية عبر خط الأنابيب الممتد من كركوك إلى ميناء جيهان قبل وقفه. تعمل تركيا على إحكام سيطرتها على الإقليم الغني بالغاز الطبيعي والنفط، معززة حضورها الاقتصادي فيه في مجال الاستثمارات النفطية. 8 حقول في الإقليم تديرها شركات نفط تركية، هذا شيء طبيعي، ولكن إلا في العراق. يأمل عراقيون كثر بأن استفادة تركيا من نفط العراق في الإقليم ينبغي أن يحصل العراق من خلاله على مكاسب مثل المياه، تخفيف التوتر الحاصل في الوجود العسكري التركي. الملفات الثلاثة الشائكة تمثل مثار غضب في الشارع العراقي جماهيريا، وبما يصفها ناشطون على أنها تثبت ضعف هيبة الدولة العراقية. قلنا قبل قليل السيادة العراقية مخترقة من قبل تركيا، وهو ما يراه خبراء في العلاقات العراقية التركية التي وصفوها بأنها مجرد جلوس على الطاولة وكلام من دون أفعال، وهو ما يدعو إليه سياسيون بضرورة التعامل مع الرئيس التركي الجديد أيا كان، رجب طيب أردوغان، كليتشدار أوغلو، على مبدأ سيادة العراق أولا وتوطيد العلاقة الثنائية مع الجارة تركيا بما لا ينعكس على أمن العراق ومقدراته. من سيفوز؟ إذن هذه الملفات المشتركة بين العراق وتركيا تعتبرها الأخيرة قضية متعلقة بأمن قومي، قلناها أيضا، ولا يمكن تغييرها أو التخفيف منها إلا بضغط عراقي مدفوع بتفاوض قائم على لغة المصالح. هذا لي وهذا لك وانتهى الأمر. على وفق مراقبين رأوا أن تغيير الملفات الخارجية العراقية المعقدة يبدأ بتغيير الداخل وصناعة استقرار سياسي حقيقي وليس بأمر وهمي. إذن أعود لك أحمد وأتساءل، من سيفوز لربما، أوغلو أم أردوغان؟